وات اب فوكس، السلام عليكم. اليوم اول مره غادي ندير هذا الفيديو هذا. غادي نتي روحي جاوني بزاف الميساجات من الناس اللي كنعرف والناس اللي ماش نعرفش بلي ايرلندا كتعطي 90 مليون مغربيه، 100 مليون قل شي حاجه، فكوا تعطيها للناس اللي بغاو يجيو ويسكنوا في الجزر ديال ايرلندا. هذا الموضوع هذا دار ضجه ثانية في ايرلندا، الناس دووا عليه بزاف، ولكن هذا الموضوع هذا ماشي موضوع جديد. ديجا هذا الاوفر هذا ديجا خرجوه شحال هذه، كانوا تيعطيو تقريبا 82 كي اللي هي 82 الف اورو، نتي تقريبا تيعطوها الناس باش يزعموا يمشيو يسكنوا في هذه الجزر هادو، حيت هاد الجزر هادو ما بقاوش الناس كيسكنوا فيهم. واحد الحاجه اللي غادي نطرق ليها كوم الناس اللي ما كيعرفوهاش، ديما حنا تنقراو الاخر، تنقراو العنوان ولكن ما كنقراوش النص كامل. اللي حنا قرينا العنوان كون هو ايرلندا غتعطي 90 مليون اللي بغى يجي ويسكن في الجزر. هي فرصه زوينه، اي واحد فرصه زوينه، ولكن خاصنا نطرقوا الموضوع. الموضوع تيقول انه هاد الجزر هادو هما جزر مهجوره، والناس تيمشيو ليهم تيوصلوا ليهم غير بالبخيرات. هما ماشي جزر بعاد، هما قراب تقريبا 5 كيلومتر هكاك ولا 3 كيلومتر 2 كيلومتر في الباطو توصل ليهم. غير الاشكاليه اللي كاينه في هاد الجزر هادو، علاش الناس خرجوا منهم ما بقاوش فيهم. الحاجه الاولى هي المرافق العموميه ما كاينينش، السبيطارات ما كاينينش، لي بارك بور لي زونفو ما كاينينش، مدارس ما كاينينش باش يقراو الدراري، يعني بزاف الحوايج ما كاينينش ما، يعني لو قالت لك شي حاجه خاصك تسنى يعني سيرتوك الهليكوبتر، ولا خاصك تمشي تسنى الباطو تجي النوبه تاع الباطو، حيت الباطو كيمشيو بحال قلتي جوج مرات في النهار ولا ثلاثه المرات، سا ديبون اش من جزيره. وحاجه اخرى عاوتاني بالنسبه للانترنت، الانترنت ضعيفه شما، ما كاينش السينيال ما كيدخلكش للتليفون ديالك، قليل فاش كتشدهم. يعني انا بقا تقلب على السينيال في دوك الجبال، في الجبال ديال ديك الجزيره. هادو هما الاشكاليات اللي كاينين، يعني هادو هما الصعوبات اللي كاينين تقريبا. واحد الحاجه اخرى خاصني نطرق ليها اللي ما فهموهاش الناس، حيت شحال من واحد سحب ليه ديك 90 مليون اللي غادي يعطيوه، هذيك 90 مليون غادي يعطيو غادي ياخذوها ويديروها في جيبهم. لا، الحكومه تقول لك اللي بغى يمشي يسكن ذوك الجزر خاص يشري دار، يعني ممكن تشري دار قديمه ويعطوك 90 مليون وتقدها، ولا تشري ارض ويعطيك 90 مليون وتبني الدار. يعني هما غادي يعطوك 90 مليون وغادي يقابلوك وغادي يكونتروليوك، يعني هذيك 90 مليون غادي يعرفوا فين مشات من الاخر. يعني بالنسبه لهاد الاوفر هادو فكرت فيه انا براسي، انا في ايرلندا وفكرت فيه، قلت علاش لا غادي نمشي. زعمت انا في الاول جاني الفضول، كنت كتشوف 90 مليون غتعطى لك في يدك سي بون غتمشي، ولكن من بعد فاش قريت الموضوع كامل وليت فهمت بلي راه غادي يعطوك باش ياخذوا منك وتعمر لهم حتى ذوك الجزر، يبغوا يعمروا ذوك الجزر باش يحركوا ذوك الجزر من هنا تقريبا بعد 10 سنين ولا 11 عام ولا 20 عام تقريبا بحال هكا. المهم هادشي اللي بغيت نطرق ليه باش الناس يعرفوا قبل ما يزعموا يديروا شي حاجه. سي بون، هادشي اللي بغيت نقول. نتمنى الميساج وصل، واللي عندكم شي اسئله ولا شي حاجه مرحبا، ما كاين حتى اشكال، انا مستعد باش نجاوب الاسئله ديالكم. الا كانت عندي معرفه ودرايه بداكشي اللي غادي تسولوني غنجاوبكم، الا ما كانتش عندي درايه ومعلومات على داكشي غادي نقول لكم راه ما عنديش، ولا غادي نزيد نبحث باش نجيب لكم معلومات مزيانه. السلام عليكم، تهلاو في راسكم.